يا كباف يا كورة. طيب نحن في ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية الشريحة الإحراطيين ضمن موريتانيا موحدة ومتصالحة مع ذاتها، نطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء دولة القانون والمساواة أمام جميع الفرص. نختار نقول على الميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شريحة الإحراطين ليس مواليا وليس معارضا، بل مطالبا بحقوق شريحة مهضوم حقها ومطحونة، والقاصي والداني يعترف لها بذلك مع الشرائح كاملة، كيف المعلمين وكيف الشرائح المطحونة والمهضوم حقها كاملة. نختار نقول على أن نطالب موريتاني موحدة، موريتاني دولة مواطنة، موريتاني كل شيء فيها ذاته، وموريتاني فيها مواطن من درجة واحدة ما هو من درجة ثانية ولا من درجة ثالثة، موريتاني مستولية فيها الناس أمام جميع الفرص، موريتاني ما شاء الله، موريتاني عندها من الثروات يسع أولادها كاملين إلى الزاين، وفي الشرك مطلوب، وهي رسالتنا عن الناس الزاين الشرك في الثروة والسلطة. وأقرب مثال لدينا هو الاثنى عشر المؤسسون لحركة الحر، لا يتنازعون مع أي كان أبوة الحركة ولا الانتماء أو عكسه لها، بل هناك من يظن أن لا تصدر للواجهة إلا بدفنهم أحيانا ولا يبالون. ها نحن نقتبس من هذا وهذه وذلك وتلك، ونتخذ المتبنيين الأوائل فينا لهذه الأيديولوجيات والأطروحات قدوة ومرجعية نحتكم عليهم في أمور ونتجاوز في أخرى أيضا. ليس لي ونحن فيما نحن فيه إلا أن أقولها قوية ومدوية وعالية هنا، فمهما كان ومن كان أبو فكرة الميثاق وجهته الأولى، فلا أحق بالميثاق أكثر ممن يحمل طموحاته وتوجهاته وأهدافه السامية بعيداً عن أي تخندق أو مزايدات أو تجارة أو له. فهيا بنا نحن أطراف الميثاق المختلفة لنقف معاً مع من التحقوا بنا متشبثين بمشروعنا لمواصلة نضالنا من أجل قضية موريتانيا. لن يعجزنا شيء، بل سنقهر كل شيء، وإلا لا قدر الله فليحترم بعضنا البعض الآخر، وليغرس كل بذرته، فالطيور على أشكالها ستقع في النهاية لمن كانت لهم بصيرة وصدقا في التعاطي مع القضية.